عندما يكون رئيس النادي بهذا الفكر وبهذه الروح لازم ده ينعكس على كل الفرق. الحقيقه يعني بشهاده ضيوفي وكابتن محمد مصالح حميدو، اللحظه دي كانت لحظه الانطلاق اللي بيها رجعنا بطوله افريقيا. يمكن اجي لك كابتن خالد، دائما ابدا لحظات الانتصار دائما بتتولد من رحم المعاناه. يمكن خساره الكاس والدوري كانت قمه المعاناه لهذا الفريق لانه متعود على المكسب بشكل يعني كان في ترتيب وتخطيط معين ضد الفرقه وضد النادي الاهلي ولا يخفى على احد. كلمنا يا كابتن عن اللحظات الصعبه اللي انتوا عشتوها والفرق ما بينها وبين الفوز ببطوله افريقيا. حضرتك وجهت نقطه مهمه جدا. حضرتك احنا في الدوري والكاس احنا ماشيين لغايه الاسماعيليه كسبانين الزمالك 3-0 والمفروض داخلين واتعمل الرانكينج بتاع الثمانيه وان احنا اول فرقه. صحيح. جينا حضرتك داخلين على البلاي اوف بتاع الدوري فوجئنا ان في قرارات اتخذت معينه تمام لدخول 2 لعيبه اجانب محترفين في نادي الزمالك ولعيب كان محترف في بلغاريا رجع ودخل في المنظومه بتاعه الفريق. قد يكون في خطا في اللائحه وقد يكون ان الكلام ده كلام غير منطقي على الاطلاق لان احنا ما شفناهوش في الرياضه. المفروض اللي بيبدا بيعمل ستارت من بدايه الموسم تراكم تمام بيبقى تراكمي لغايه الاخر. نعم. والمفروض حضرتك ان يبقى فيه مرتين تسجيل، مره في يوليا ومره في يناير فقط تمام. اللي حصل عكس ذلك، يعني فريق خسران 7 مباريات ياخد الدوري. انت كده بتشجع الانديه ان هي الفتره الاولانيه ما تعملش حاجه. طب ما احنا انا بس هتكلم في جزئيه، جزئيتين مهمين. الجزئيه الاولانيه مصلحه منتخب مصر فين، اللي هي اللعيبه اللي حضرتك بتحتك دي هي دي المفروض بتبقى نواه لمنتخب مصر. كويس، دي نمره 1. نمره 2 اذا كان الامر كده، طب ما احنا سيادتك طول السنه ما نعدش الصغار اللي احنا شايفينهم دول تمام ونروح جايبين 2 محترفين في شهر مارس ب 200,000-300,000 دولار واكسب البطوله اذا كان هي مكسب. وانا فاهمك الموضوع ده عايز حلقه بالظبط كبيره بالظبط. نيجي للقطه الجميله اللي حصلت بتاعه الكابتن محمود الخطيب، وانا يعني كابتن ميدو نوع عليها وانا بقول لحضرتك اتكلمنا عليها في الكواليس يا كابتن. دي بقى دي كانت نقطه يعني فارقه. اولا انا قديم في النادي الاهلي وبقى لي فتره كبيره تمام، ما حصلتش معايا ان احنا لسه ما لحقناش وصلنا الفندق زي ما قال الكابتن ميدو، واتصل بينا الكابتن خالد العوضي وقال فطار بكره والكابتن محمود الخطيب. صدقني والله 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 انا ما عايز اقول لك، يمكن من لحظتها لغايه تاني يوم الفطار انا شخصيا هكلمك على نفسي، انا مش متخيل ازاي هقابل كابتن محمود الخطيب وانا خسران. لا ده قابلكم بقى كابتن محمود وفي ايده اليمين ماسك احصائيات الفرقه. جاب احصائيه ودي كانت المفاجاه بالنسبه لنا انه يبقى معاه احصائيه الولاد والبنات. احصائيه الولاد 45 بطوله زي ما حضرته قال، والحاجه الثانيه احصائيه البنات 52 بطوله. وجاي بيفاجئك وجاي بيقول لك ارفع راسك، انتوا فريق بطولات، انتوا فريق النادي الاهلي بيتشرف بيكوا، ارفعوا راسكوا، اقفوا واعملوا ستارت. اقفوا كرر اكتر من مره ارفع أيوة. راسك ارفع راسك أيوة. عشان رقم 1 انت اهلاوي بالظبط وستوب. ابص الورقه اللي فيه الكابتن محمود الخطيب دي احصائيات الفريق اخر 20 سنه بالزبط. يعني الكابتن محمود جاي مذاكر كويس عشان واخد بال حضرتك. النقطه اللي بعد كده برضو عشان حضرتك تبقى فاهم، اصبح في غير المسؤوليه ان احنا رايحين نلعب بقى افريقيا وليها مشقه ومشقه كبيره جدا واعباء اداريه، لا ده بيحط بقى طوق في رقبتنا كلنا تمام. والبعض واخد باله من الكلام ده، هو انسان ذكي جدا طبعا وحاجه يعني فائقه في اخلاقياته طبعًا. لا ده بيحط بقى في رقبتك طوق، خدوا بالكم منتظرين منكم. احنا منتظرين منكم تقدروا وانتوا تقدروا وتجيبوا وفين في تونس وتسعه منتخب مصر منتخب تونس احنا بنلعب 9 منتخب تونس.